الناظور. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا ام خديجه. الله يبارك فيك. كي اخت خديجه؟ الله يبارك فيك. انت لاباس؟ الحمد لله. مرحبا بك. تفضلي. الله يبارك فيك. عندي نقدم لكم ان شاء الله واحد كراتان. نعم. ولا بقى الوقت نقول لك طريقه جديده باش نقدموا المسمن. واخا. طيب الكراتان ديال اش ام خديجه؟ بطاطا وكفته. نعم بطاطا وكفته. واخا. ولكن قبل بغيت نقول لك اخت خديجه. نعم. بالنسبه للحريره والحسوه اللي قالت اللي اتصلت الاخت وقالت قبيله. نعم. بمحمصه. نعم. انا كندير نفس الطريقه. مي ما كنديش لا الحمص يعني غير صوص طوماط مع اللحم. اييه. وبصله محكوكه. والتوابل. نعم. وضمات البنه. وكنضيف الماء. اييه. كتشحري كلشي مع بعضه ومن بعد عاد كتروي. كنضيف الماء ملي كيغلى كنلف ديك المحمصه وكنخليها طيب. ملي كنشوفها طابت. اييه. كنرمي ربيع مقطع وكندورها في شويه ديال الفوص. نعم. يعني كتجي بحال الحريره ولكن غير هي بالمحمصه. نعم. وتجيب لاصوص طوماط الى غير ذلك. على ام خديجه شكرا لك. حتى بالنسبه للكراتان. نعم. ناخذوا بطاطا نقطعوها دوائر. اييه بطاطا دوائر. ونقليوها في الزيت. اييه نقليوها. ناخذوا يعني نقليو كميه كثيره. نعم. نقليو تقلى في الزيت. ومن بعد نوجدوا صوص طوماط. اييه. بصله محكوكه مع مطيشه محكوكه. اييه. شويه ديال مطيشه الحوك. التوابل. والكفته. توابل عاديه ام خديجه. عاديه. اللي حالي بزاف التحميره خرقوم. اييه. صافي. نعم. ونوضعوا الكفته. اييه. وربيع مقطع. نعم. وكنخلي الكفته حتى تطيب. تطيب وتشرب لنا ديك لاصوص وتنشف كامله ياك؟ هكاك تبارك الله عليك. نخليو فيها شويه الصوص. نخليو فيها شويه. نخليوها شي شويه ميها. واخا. اييه تبارك الله عليك. نعم. كناخدو المول. كنستفو الطبقه الاولى ديال البطاطا اللي قلينا. نعم. وكنوضعو الصوص ديال الكفته. وكنوضعو ثاني الطبقه الثانيه ديال البطاطا. ديال البطاطا مقليه. وكناخذوا البيض. خمسه البيضات سته يعني على حسب المول على حسب الكميه اللي درنا. نعم. كنخلطوا داك البيض كنديروا له شويه المليحه. نعم. ندير له شويه ديال الربيع مقطع. اييه. وكنخلطوه مزيان وكنخويوه. نعم. فوق ديك البطاطا الكفته. نعم. حيت هو اللي غادي يكون العنصر اللي غادي يجمع لينا ويشد لينا البطاطا مع الكفته. هكاك اختي خديجه. نعم. ونشوف فرماج حمر. من الفوق. إيه. وندخلوا للفران. نعم. راه كيجي لذيذ اختي خديجه. تبارك الله عليك ام خديجه. تحيه ليك. نعم تفضلي. وبالنسبه للمسمن باش نقدمه في طريقه جديده. نعم. كناخذ المسمن عادي يعني كاع الاخوات كيعرفوا يصوبوه. نعم. كنشوه بالفرماج. yeah. من الفوق كيكون طيب. نعم. يعني وجدناه. كناخذو كنشوه بالفرماج محكوك. yeah. نشوه بكاشير محكوك. نعم. وكنطويوه. وكنديروه في اله ديال البانيني. نعم تنبريسيو شي شويه باش كيجي يعني داك الفرماج دايب وكذلك فعلا كيكون كشد لاصق مع بعضياتو. نعم نعم. تحيه ليك ام خديجه.